مبادرة صحية فريدة من نوعها منذ بدء عملية التلقيح في محافظات العراق. صحة كربلاء تنشئ عيادة متنقلة بفترة مسائية لمساعدة من ليس لديه وقت للتلقيح صباحا، وتبقى حتى وقت متأخر من الليل لمن يود الذهاب إليها. هذا المنفذ فكرته أنه احنا نستقطب هؤلاء المواطنين اللي يتعذر عليهم اللقاح صباحا، خصوصا مثلا الموظفين اصحاب العمل. هنا المنفذ المسائي هو منفذ مفتوح للجميع، تتوفر به كافه اللقاحات الخاصه بكورونا من فايزر، سينوفارم، استرازينيكا، وبنفس الوقت احنا نمنح الكارت الخاص باللقاح للمواطن مباشره. يعني الفكره من هذا الموضوع نريد نوسع قاعدة التلقيح بداخل محافظة كربلاء لتحصين أكبر عدد من المواطنين لأجل القضاء على هذا الفيروس إن شاء الله داخل محافظتنا. يوم أمس تم افتتاح مستشفى متنقل في شارع السناتر أعتقد لإعطاء اللقاح مساء. كربلاء كانت في بداية الأمر 4 منافذ، اليوم أكثر من 55 منفذ، ومنفذ مسائي للموظفين وللأخوة الذين لديهم دوام أو عمل خلال ساعات الصباح، وبالتالي فتح منفذ مسائي حقيقة سيحقق عدد كبير من الأخوة الملقحين في داخل محافظة كربلاء. المواطنون عدوا هذه الخطوة بأنها تشجيعية وأكثر طمأنينة للمواطن بأن التلقيح بات المنقذ الوحيد من هذا الوباء، داعين بالتوجه وأخذ اللقاح لعودة الحياة لسابقتها وللتخلص من أزمة كبيرة جابت بلدان العالم وتسببت بوفاة الملايين. صدفة كنا طالعين نتسوق وشفنا أنه هاي السيارة خاصة باللقاحات، فيعني أنه صح إحنا ما كنا نعرف بهذا الشيء، والصراحة إنه كانت مبادرة حلوة من عندهم، لأن إحنا يعني كنا مترددين بأخذ اللقاح، بس لما يعني إنه الدكتور حكى ويانا وقنعنا إنه وكذلك كنا مستصعبيها كون إنه الصبح عندنا التزامات فما نقدر، فإنه هاي فترة العصر أثناء تسوقنا إنه سهلت لنا الأمر، وبالتالي يعني إنه صارت الشغلة سهلة، فإنه نتمنى من الكل إنه أثناء ما هو طالع يعني أو أي شغلة طالع يقضيها إنه يجي ياخذ اللقاح. جميع الطرق تؤدي للقاح، شعار كربلائي للمساهمة في زيادة إقبال المواطنين بفترات مختلفة لتسهيل الحصول على هذه الجرعات بوقتها المنتظم. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.